خويا خويا جينا هنايا مع 12 ديال الصباح، مشينا للشركه مع 6 الصباح، وهنايا دابا جينا باش ندقوا البرا. حنا حاصلين هنايا، شادين لينا لاكارت ناسيونالات، ما خلونا نمشي وما خلونا ندقوا البراوات. اش تي بنادم هنا مجمع وكيقولوا كورونا، انا دابا هنايا ما تصيبش بكورونا دابا ديالك. ايوا هادشي اللي كاين اخويا، انت راك تشوف كلشي بعينك. بنادم باغي على كارت ديالو مابقاش باغي يدقوا البرا. النظام راه ما كاين حتى حاجه اخويا. انا جيت مع 8 ديال الصباح، دخلت هنايا حتى الربعة ونص ديال العشيه ولا نقول الخمسه. هنا الاكتضاد لاسبابه ان كانت واحد لا ليست اللي درناها مع الصباح اللي فيها 400 واحد، وهذوك الناس بقاو كيدخلوا على شكل دفعات. لكن اللي عنده النوبه ديالو 300 ولا 400 غتوصل النوبه ديالو حتى 6 العشيه، سي نورمال. هما الحل اللي كان خصهم يديروا هو يكثروا من هاد المراكز، ما يديروش لنا مركز واحد اللي هنايا، كنفرقوا على المراكز القراب كاع لهنا النحله، كانت الامور غدوز بصفه سلسه وعاديه جدا. واش غنقول لك، راه هادشي ماشي مستبعد، ممكن حتى حاجه، ما كلشي ممكن، غير كعطيتك انا الحل هو ديال يكثروا من هذا باش يكونش كثير. ما تقدرش تعرف، يقدر واحد يكون فيه كورونا راه غيعادي هاد الناس كاملين.